بيكو فيديو جديد من قناة ألعاب الأطفال. جايبالكم النهاردة لعبة بلايدو عن المينيونز. هنعملهم تسريحات شعر حلوة جدا، وعندنا كل الأدوات وكرسي الكوفير وكمان المشط والمقص وطبعا صلصال بألوان كتيرة. يلا بينا نبدأ ونعملهم تسريحات حلوة جدا، وطبعا اللعبة مناسبة للأطفال فوق الثلاث سنين. يلا بينا ونبدأ مع بعض. اول حاجة طبعا عندكم هنا شكلين مختلفين من المينيونز او شخصيتين، الطيب والشرير. هنعمل قرعة وده اللي فاز الطيب، طبعا الطيب لازم يبدأ على طول. وهنحط الصلصال جوه العروسة، وبعدين هنبدأ نحطها على الكرسي، وهتشوفوا بعد كده ايه اللي هيحصل. هحط لونين مختلفين، وهنضغط هنا كويس جدا علشان يطلع له الشعر. واو، شايفين بجد شكله تحفة جدا. طبعا تقدروا تعملوا ألوان كتيرة قوي غير اللون الأصفر، بس الشعر الأصفر والأورنج ده بجد لايق عليه قوي كده. خلاص احنا خلصنا خطوة التسريحة. دلوقتي عندنا نماذج كتيرة قوي موجودة كمان في الكرسي، هوريكو دلوقتي هنعمل بيها ايه. هاخد صلصال ازرق وهعمل بيه دلوقتي فستان جميل قوي من الفورمة اللي موجودة في ظهر الكرسي دي. ممكن اعمله باللونين اللبني وكمان اللون البنفسجي. ودلوقتي الفستان جاهز، بجد شكله تحفة جدا. عندنا كمان هنا شايفين الأداة دي اللي بتنضف العفش، ريشة تقريبا، هحط برضو فيها لونين، لون العصاية ولون الريشة نفسها. وكده المينيونز جاهز او المينيون جاهز علشان خاطر يروح الحفلة بتاعته، حفلة تنكرية تقريبا. وهنا المينيون الشرير نفس الحكاية برضو، هنضغط كويس قوي. وبكده خلصنا اول خطوة. هنعمله دلوقتي برضو ممكن مثلا اختار شكل الجرافطة، هيبقى حلو قوي. بجد شكلها واو، هو مش محتاج يلبس حاجة تاني خلاص كده بعد الجرافطة، هو كده لابس كل الهدوم. ممكن نعمل له طاقية بالفورمة دي، هتليق قوي على الفستان. وكده المينيونز الطيب والشرير جاهزين للحفلة بتاعتهم. اتمنى بجد ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تقولوا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا متابعة. شكرا ليكم، واشوفكم في فيديو جديد.